FM. الكلمة ليك. اليوم أحديثنا على السياحة في تونس، وضيفتنا سيدة سلمى اللومي رقيق، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. مرحبا بك سيدة الوزيرة، شكرا لك اللي موجودة بحضنا وعلى قبولك الدعوة. اليوم أنتم على رأس وزارة اليوم في قطاع صعيب، وقطاع قادش صعوبات كبيرة تقريبا منذ عام، ضربة برد ثم تليها ضربة سوسة، واليوم العمل على قدم وساق لإنجاح الموسم السياحي الجديد، وهناك بوادر انفراج نوعا ما سيد الوزير. إن شاء الله. تعرف لي عام 2015 تعدى عام صعيب ياسر على تونس، وخاصة على السياحة، بعد 3 عمليات إرهابية اللي تعرفوها، عملية باردو، عملية سوسة، عملية نهج محمد الخامس، وتوا في 2016 اللي صار في بنكردين، واللي احنا معناها تحسب كاينو نجاح كبير لتونس معناها في الفترة هذية، نجاح جيشنا وقوة الأمن متاعنا، والأهالي بنكردين اللي قالوا الشمال والجنوب تقسموا من بعضهم، هذا طلع مش صحيح، طلع التوانسة كلهم متضامنين مع بعضهم. حبيت نقول اللي عام 2016 باش يكون صعيب، أما ثم بوادر إيجابية. الناس كل يحكيوا على هذوما وكالات الأسفار اللي جاو الجربة، 440 أجان دو فواياج جاو، وثم معهم تعرفوا اللي منطقة جربة هي من الجهات المتأمنة أكثر في في الجمهورية، وعملوا دي زانجاجمون باش يجيو على مدة 2016 حتى آخر أكتوبر 2016، معناها دي زانجاجمون سور 300 فول باش يجيو لتونس إن شاء الله، باش يجيو لتونس، يجيو لجربة. هذوما عندهم معناها اتفاقية مع نزول في جربة، وفما دي زاجون دو فواياج آخرين عندهم اتفاقية مع نزول في سوسة وفي حمامات وفي جهات أخرى في الجمهورية. حكيتوا معاهم، كان ثم القبول نوعا ما اليوم لكيت الأسفار من هذوما من البلدان باش يجيو لتونس اليوم، خاصة السوق الروسي هو السوق اللي اليوم نخدموا عليه مدام. هل خسرنا بعض الأسواق الأخرى، السوق البريطانية الألمانية وغيرها؟ ثم تراجع في مع بعض الأسواق، وتعرف المشكلة هي مع البلدان الأوروبية اللي هما ربطوا الإرهاب، ربطوه بالدين وربطوه بالإسلام. دونك الوجهات كيما مصر وكيما تركيا وتونس والمغرب عندهم نفس التراجع. كي تشوف الألمان في مصر عندهم تراجع أكثر من 60%، في تركيا أكثر من كيف نفس الشيء 60%، في المغرب اللي ما صارش فيهم عملية إرهاب نفس الشيء، معناها التأثير كان على الجهات هذوما كل كيف. دونك احنا تونس خدمنا على عملنا برنامج ترويج على المدى القصير، يعني السيزون هذية بتاع 2016، اما خدمنا نفس الشيء على المدى المتوسط والطويل. ثم بلدان اليوم عاملين تحجير على تونس كيما بريطانيا وكيما بلجيكا وكيما هولندا، وثم عمل كبير بالدبلوماسية التونسية اللي رفع هذوما الانترديكسيون على الوجهة التونسية. ثم بلدان اخرين اللي ما عملوش تحجير على تونس، وحتى عملوا تحجير عملوه على لي فرونتيير والجهات اللي هما فيهم ممكن ريسك، خاطر توا الريسك موجود في العالم اجمع مش في تونس. معناها الخطر الريسك زيرو نيكزيست نول بار، ونعرفوا اللي الارهاب ماهوش في تونس في الجهه الكل، وحتى في اوروبا وفي فرنسا موجود. دونك هما بيدهم معناها ضربوا بالارهاب، ونعرفوا شنو اللي صار في باريس في عمليه الباتكلون، واللي صار في جهات اخرين. دونك هذه معناها احنا بلادنا ماهيش معروفه لا هي بالارهاب لا هي بالعنف، لا عندنا لا في تاريخنا لا في عوايدنا الحاجات هذوما العنف هذايا. التونسي معروف بحسن القبول، ومعناها كما يقولوا احنا تونس سيت اون تيغ دو سيفيليزاسيون، هون احنا معروفين في السياحه بالحضاره نتاعها. تونس معروفه بالسياحه الشاطئيه، ما هي
الإرث اللي عندها. عندنا أكثر من 40,000 موقع تاريخي في تونس اللي ما يعرفوهش. دونك احنا في الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل نعملوا على أربع حاجات، أربع محاور مهمين اللي هما التنويع المنتوج السياحي، عنها ما عادش كان منتوج شاطئي، عندنا السياحة الثقافية، سياحة الواحات، السياحة الجبلية، التلسوثيرابي اللي هي تونس الوجهة الثانية في العالم بعد فرنسا، السياحة سياحة الطبية يجيو يداويو، عندنا لو توريزم ميديكال يجيب لنا أكثر من مليار دينار في العام، هذيا ما ننساوش. السياحة من حتى البلدان اللي يجيونا منهم سياح، تنويع نتاعهم من افريقيا اللي هو معناها سي ان بارتنير ناتوريل اللي نحن احنا في افريقيا. عندنا البلاد كيما ليبيا والجزائر يجيونا برشا المداويات. صحيح. تفضل نتي. اليوم سيد الوزيرة نعرفوا اللي نهار 15 و16 كنت حاضرة سيادتك في الفوروم انوال دي ريبريزونتون دو لو ان تي تي، دونك وكان فما تقديم الاستراتيجية الجديدة جوستومون باش ننهضوا بالقطاع السياحي، وكان حاضر سي رضوان بن صالح اللي هو رئيس جامعة تونسية للنزل. حالة النزل اليوم، وضعية النزل في تونس نسمع عليها برشا، نشوفوها حتى في عينينا قدام عينينا. احنا اليوم في الكابون معلينا كان نعملوا دورة باش نشوفوا الوضعية متاع النزل. يظهر لي توافقني الرأي وتوافق الرأي التوانسة اللي ما عادش في المستوى اللي كنا نعرفوهم فيه. دونك استراتيجية جديدة هذية شنو باش يتم، كيفاش باش يتم التركيز على النزل هذوم؟ احنا في تونس عندنا 560 نزل، فما منهم اكثر من 200 تغلقوا، والوضعية هذه صعيبة شوية خاطر النزل كي تغلق فما اللي تغلق على خاطر الصيانة، معناها مستنسين بعد الصيف يسكروا باش يعملوا صيانة النزل نتاعهم يعملوا ريوفيرتور، هذاك عادي. أما اللي يغلق خاطر ما عندوش حجوزات هذاك حاجة أخرى. دونك يلزمهم هذوما يقوموا بالصيانة نتاع النزل نتاعهم ويحطوا المستوى نتاع الجودة يكون مطابق مع الكلاسيفيكاسيون نتاعو، مع التصنيف نتاعو. دونك احنا عندنا حاجتين، ثم في القرارات اللي تخذوا طلبنا باش يعطيو قروض على المدى القصير للصيانه، لقيام بالصيانه تاع النزل، خاطر لو كان احنا مثال ثم هذا يسموها الايرلي بوكينغ. الايرلي بوكينغ معناها الناس اللي يعملوا حجوزات قبل الوقت في الخارج، هذايا ضعيف جاء عام سنة 2016. وفين يمشيوا اللي ما يجيوش لتونس؟ يمشيوا مثال لاسبانيا، ولا اللي يمشيوا للغريس، يمشيوا للبلدان هذوما كي سون ديجا كومبلي. دونك ثم لا بوسيبيليتي اللي باش يجيو في ليت بوكينغ، هذا اللي يسميوه ليت بوكينغ. بعد يلزم النزول نتاعنا يكونوا حاضرين في مستوى جوده معناها جيد. يلزم هذاك علاش يقوموا توا بالصيانه من هذا ستانابيل، معناها نداء نعملوه لاصحاب النزل واحنا نعاونوهم في الساعات، خاطر او نيفو دو لابليكاسيون ممكن البنوك نعملوا نداء للبنوك ولاصحاب النزل باش يقوموا بالعمليات هذوما نتاع صيانه النزل وفي وضعهم في المستوى. ثم حاجه اخرى للامن، التأمين الذاتي، خاطر توا خرجوا معناها خرجنا دي سيركولير اللي التأمين الذاتي إجباري في النزل. وأخذوا الوقت توا هو من جانفي حتى لتوا يلزم يكون زاد كيف كيف هذا متواجد، خاطر نفس الشيء هذا فيهم انسبكسيون يجيو من ديوان السياحه للنظافه وللتصنيف وكل وللتامين، التامين الذاتي خاطر هذا اجباري لاصحاب النزل. دونك هذوما لي دو كونديسيون باش ريبريز كيف تصير تكون في دون دو بون. نذكروا اللي ضيفتنا اليوم سلمى اللومي رقيق وزيره السياحه والصناعه التقليديه. سيده الوزيره حكينا مع نادي على حاله النزل، هناك المتداخلين في القطاع كذلك اليوم من وكالات أسفار، وكالات السيارات، اليوم حتى التاكسيات وغيرهم المدخلين في القطاع هذا اللي يعيشوا في أزمة كبيرة، هل من حلول مدام للقطاعات هذه؟ لازمنا نفهم، حتى قبل كنا نقولوا السياحة كانوا قطاع وحده، السياحة راهو يمس لي ديبارتمون الكل. وشفنا تأثير نتاع السياحة على الاقتصاد التونسي، خاطر مس النقل، النقل الجوي اللي صار فيه تراجع اكثر من 30%. صحيح. الاغواليمونتير، الصناعه الغذائيه، المطاعم السياحيه هذيك طبيعي،
الصناعات التقليدية. الصناعات التقليدية اللي هما يشغلوا أكثر من 350 ألف حرفي وأكثر منهم أكثر من 80% نساء. جوست مدام تبخ شوية بالكرسي باش يكون على مستوى الميكرو. سبعة تخبين تفضل واسري. أكثر من 80% نساء. نعم هذوما حاجة عادية. هما الوكالات الأسفار اللي هما تابعين القطاع السياحي كيف كيف عارفين تراجع هما في هما خاطر كانوا يعملوا لي سيركوي ويعملوا فوالا دونك هذوما فيهم تراجع أما قعدوا يخدموا على هما يسميوها لاوت جوينغ معناها كيما العمرة وكيما لي فواياج اللي يعملوا فيهم أورغانيزي يعملوا تركيا وغيره والمغرب وغيره. به به مدام هذوما في القطاع اليوم نسمع تقول مثلا اليوم خدمنا على المارشي بتاع جربه يسمعوا فينا اليوم في سوسة في الحمامات اللي كانت هي الوجهة الأولى اليوم البرشا البرشا سياح بجيو البحر اليوم شنو نعملوا جربة أكثر أمانا اليوم حتى في سيف عمناو والتوانسة كانوا موجودين برشا مشاو الجربة الكسور عباد مشات مثلا يمشيو التوزر سوسة الحمامات نابل بدرجة أقل تونس المادية المسير ما الحلول المطروحة لهذه المناطق؟ احنا ركزنا على حاجتي السياحة الداخلية وعملنا برنامج ترويج اللي ما كانش فيها ميزانية بالكل السياحة الداخلية وفي البلدان المتمدنين السياحة الداخلية عندها 30% من المدخول الإجماعي نتاع السياحة دونك السياحة الداخلية سياحة الجوار الجزائر اللي هما عملناو الجو مليون ونص لتونس وخدمنا على المعابر وخدمنا على المطارات وعلى حتى عملنا عقود مع وكالة أسفار جزائرية وعملنا برنامج ترويج كبير ياسدا في الجزائر وقوينا الوجود بتاعنا في الجزائر ديوان السياحة نفس الشيء عودنا شفنا برنامج ترويج متاعنا عودنا ان معناها ديجا في لي ريبريزونطاسيون متاعنا في الخارج عودنا نظرنا فيهم قوينا لي ريبريزونطاسيون اللي هما اسواق مهمين تولي نحنا وحتى الاسواق اللي فيهم تحجير خدمنا عليهم على خاطر ما يزمناش ينساونا فك الجهات هذوكم هما وكاله الاسفار ما عادش يبعثوا لتونس خاطر ثم تحجير وما عادش عندهم هذيك التامين لي زاسورونس وكل ما عادش يعملوا لهم دونك احنا خدمنا على بدلنا نوعيه الترويج كلها نوعيه الببليسيتي والكومونيكاسيون خدمنا على الديجيتال اكثر عملنا هذه بورتاي البوابه على تونس اللي تنجم انت السفره نتاعك تعملها وحدك ما غير ما تتعدى على وكاله اسفار فيها حتى البرامج الثقافيه اللي موجودين في تونس المطاعم والسفرات اللي ممكنه في تتواجد خدمنا نفس الشيء على السماء المفتوح لوبن سكاي اللي هذه مهم كيف البلاد تدخل في لوبن سكاي يحب لها وقت خاطر هي ماهيش تعملها اليوم باش تتحل اليوم خدموا عليها من قبل في تونس وتوا قاعدين يطوروا من تو وصلوا للتروزيام راوند او نيفو دي نيغوسياسيون مع الاتحاد الاوروبي خاطر هذه تتعدى او ملتيلاتيرال تونس مع بلدان الاوروبيه الكل مش اون بيلاتيرال دونك ثم عمل قمنا به لانقاذ الموسم السياحي نتاع 2016 اما ثم عمل قاعدين ما يزموش يكون العمل اللي نقوموا به على المدى القصير يبدا اون كونتراديكسيون هذاك اللي باش نحبوا نوصلوا له احنا على المدى المتوسط والطويل. سيدة الوزيرة توا احنا حكينا على السياحة وحكينا على لي مويان كي بون اتر ديبلويي باش نطوروا في القطاع السياحي في 2015 في مقربة 750 ألف دينار اللي كانوا متوفرين باش يعني باش يكونوا انجكتي باش يطوروا القطاع هذا السنة فما تقريبا يظهر لي مليون دينار في الفوروم هذا تحكي على مليون دينار اللي باش يكونوا مخصصين باش ينهضوا بالقطاع ولا اقل شويه به كي نمشيو شويه للصناعات التقليديه هذا السيكتور مانيش قاعدين نحكيو عليه برشا واللي هو سيكتور يجبد برشا يعني فيه برشا برشا منافع كان نحكيو على السيكتور هذا واستراتيجي كي va être déployé surtout pour ce secteur là الميزانيه نتاع السياحه هي في الترويج يظهر لي في الميزانية في 60 مليون دينار 60 مليون دينار وفما زوج صناديق صندوق الفوداك هذية اللي عملناه كان فيه 12 مليون دينار وثم صندوق هذية اللي تاع البلديات السياحية للإنارة وللنظافة هذية تخلق كان فيه عملناه 7 ملايين دينار
الصناعة التقليدية، الصناعة التقليدية عندها أهمية كبيرة على خاطر أكبر مشغل في فرنسا، أكبر مشغل في البلاد هو الصناعة التقليدية، على خاطر عنده دور كبير اجتماعي واقتصادي. نجم أنت الحرفي نجم يخدم في جبلي، نجم يخدم في الريف، في كل بقعة، ما هوش لازم باش يجي يكون في مصنع. ومعناها الموطن الشغل، خلق موطن الشغل الكلفة بتاعه أقل من اللي في الصناعة. معناها خلق موطن شغل نجم ب 15,000 دينار تخلق موطن شغل. دونك احنا هذايا وعام 2015 تخلق لي 4300 موطن شغل في الصناعه التقليديه. هذايا قطاع عارف صعوبات كبيره، مش من توا، عنده اكثر من 10 سنوات. وعندهم اول مشكله هي في التزويد، في المواد الاوليه عندهم صعوبات في التزويد، عندهم صعوبات في التمويل، عندهم مديونيه قديمه من الموش يرجعوها. في الترويج تلقاها مثل المراه تخدم في دارها وعندها في نفس الوقت تقوم باعمالها شؤونها المنزليه ولا هي باولادها، وعندها دور اقتصادي كبير خاطر هي بك العمل نتاعها تلبس ولادها وتوكلهم وتعيشهم. معناها حتى كان زوجها يبدا ما عندوش عمل ولا هي باقي تكون عندها مدخول معناها في العائله. دونك هذيا عملنا مجلس وزاري مضيق خاص بالصناعه التقليديه وخذينا فيه اجراءات لفائده القطاع هذيا. اول حاجه ثم مديونيه اللي هي من 2009 لليوم عودنا الجدول نتاعها. نظرنا في التزود في المواد الأولية، خاطر المواد الأولية ثم برشا يجيو من وزارة الفلاحة، كيما خشب الزيتون، كيما خشب النخيل، كيما التين. نعم. دونك هذيا لقينا حل مع وزارة الداخلية باش تأثر التزويد هذيا وتعطيهم تسهيلات باش ينجموا يتزودوا بصفة معناها ما عادش خاطر كانوا قبل يعملوا دي زابيل دوفر ويخذوا من سول بيرسون وفيها صعوبات، تو هذيا معناها أثرناها. الحاجة الأخرى عملنا للترويج الميزانية كانت قبل 1,000,000 دينار، رديناها 3 ملايين دينار، زدنا 2 ملايين دينار، وزدنا في المعارض اللي في الخارج واللي في الداخل، الجهات الكل فيهم معارض ولاو في 24 ولاية، وزدنا كان ثم المعرض مرة في العام يجي في الكرم، رديناهم الصناعة التقليدية. الصناعة التقليدية دونك هذا يعاونهم، وفما عملية اخرين باش نقوموا بها. وفي التكوين نفس الشيء، اعطينا معناها للي يكون وللي متكون اعطيناهم منح، اللي يكون بيده هو يقوم بعمل وعندهم ساعات ما يحبش ياخو معناها لابرونتي معاه، يقول لك انا فيه تكلفه وما عنديش خدمه، كيف احنا نعطيوه اللي هو زاد كيف منحه يولي يتشجع باش يكون. يعني من خلال الاجراءات هذه سيد الوزير لازم نقولوا 2017 تبان البوادر تقريبا 80% من العمل هذا، 2016 نوعا ما نحركوا شوي الامور، لكن 2017 تبدا النتائج تقريبا. صحيح، احنا ساعه 2015 كان الازمه كانت تكون اصعب من هكا لو كان احنا ما خدمناش على السوق الداخليه والسوق الجزائريه اللي هي انقذت الموسم السياحي. وصار تراجع كان ب 26%، هو من خاطر الاوروبيين تراجع بتاعهم 53%، لو كان مش معناها اللي صارت هذه. وهذيك ساعه السياحه الداخليه ما حسبناهاش، ما دخلناهاش في الاحصائيات نتاعنا، حسبنا كان سياحه الجوار والسياحه الجاليه التونسيه في الخارج. احنا 2016 خدمنا على الجاليه التونسيه في الخارج، خدمنا على السياحه الداخليه والسوق الجزائري والسوق الروسي. اما حتى الاسواق الاخرين، السوق الالمانيه والاسواق الاخرين قاعدين نعملوا عليهم، واسواق جدد في افريقيا قاعدين كيف نخدموا عليهم. 2017 ان شاء الله النتائج تظهر نتاع إعادة هيكلة القطاع السياحي اللي هو بدينا فيه، وفما عملية كبار قاعدين نقوموا بها إن شاء الله نعلنوا عليهم إن شاء الله. تنجح السياحة كما ننجحوا أمنيا، وهذا مهم 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 جدا مدام. يعطيك الصحة، شكرا لك مدام سلمى الرومية لومي رقيق وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، شكرا لك على قبولك الدعوة للحوار قصير نظرا لالتزاماتكم، شكرا لكم. الكلمة ليك